فين في الدوري المصري مع طبعا وادي دجله، وانا اشوف انا بشوف ان فترتك في وادي دجله كانت مميزه جدا، وكان واضح جدا بصمتك الفنيه على الفريق وتغييرك لاسلوب اللعب والاسلوب اللعب المميز وتصعيدك للعيبه مميزه جدا من ناشئ النادي. وانت عارف ان انا يعني معجب بفلسفتك التدريبيه. وبعد كده كان في تجربه في البنك الاهلي نصها كان حلو قوي، والجميع توقع ان البنك الاهلي هيبدا في الموسم الثاني هيكون واحد من الفرق اللي هتنافس ممكن تخش على المربع. ولكن يعني الفريق واجهه سوء حظ غريب، وفي نفس الوقت النتائج يعني ما ساعدتش الفريق ان هو يقدر يبدا البدايه اللي كان الجميع متوقعها. يعني في رايك ايه السبب؟ يعني انت لما بتراجع نفسك، انا عارف ان انت حاصل على اعلى الرخص التدريبيه من الويفا، واحده من الحاجات اللي احنا بندرسها دايما الريفليكشن او التقييم، وانا متاكد ان انت اكيد قعدت مع نفسك وقيمت فترتك مع البنك الاهلي في الفتره الاخيره قبل رحيلك. لما بتقيم مع نفسك تجربتك مع البنك الاهلي، في رأيك ايه هي اهم الاخطاء اللي لو الزمن رجع بيك تاني هتتفاداها عشان بداية الموسم تبقى افضل؟ Yes, first of all, بادئ ذي بن وبالنسبة لسؤالك صديقي ميدو الاول، بالنسبة لي لدي تجربة 5 سنوات، اولا مع وادي دجلة ثم مع غزل المحلة ثم البنك الأهلي. المهم بالنسبة لي للغاية كمدير فني ومدرب أن تكون لدي هوية ولدي فكرة عن النادي الذي أعمل فيه. لهذا نحتاج أن نعمل وبجد، خاصة في بلد أشعر بأن التطور ما بين الأجيال الصغيرة ليس بأعلى المستوى. أنت تحتاج أن تكون مدرس وأب، وتحتاج أن تفهم ثقافة اللاعبين وتساعد اللاعبين من كيف يبدأوا المباراة، وأيضا المبادئ الأساسية للاعبين والفكرة التي تريد أن تنفذها في الملعب. لقد نجحت أن أقوم بذلك في الأندية الثلاثة التي عملت فيها. في وادي دجلة عندما توليت المسؤولية في النادي كان الأخير، وبنهاية الجولة الأولى 14 نقطة فقط، وقمنا بأداء جيد جدا في الجولة الثانية وحققنا تقدم ملحوظ في غزل المحلة. وفي ظل الصعوبات التي واجهناها نجحت لأن أصل إلى أن يصلوا إلى الخمسة الأول في الترتيب. في البنك الأهلي توليت المسؤولية والنادي كان في وضعية صعبة للغاية في الجولة الأولى، ونجحنا بأن نحافظ على النادي قبل نهاية الموسم، وهذا كان لا يصدق من حيث النتيجة، ليس فقط لجمع النقاط ولكن بالطريقة التي أردت أن ألعب بها مع الفريق. فهذا يحقق فارق كبير بالنسبة لي. أنا أريد أن أحسن من أداء اللاعبين، وهذا هو الهدف بالنسبة لي في كل يوم أعمل به. وأنا أريد أن أرى الفريق الذي أقوم بتدريبه بالطريقة التي أدربها في الملعب. هذا العام لم تسر الأمور بالطريقة الجيدة، لم يكن لدينا الحظ الكافي كما أشرت، وعندما أعود مرة أخرى وأشاهد المباريات نحن كنا الفريق الأفضل في الملعب. بالطبع أنا أقوم بالتقييم الخاص بي، وبعض الأمور يمكن أن أتجنبها لأننا واجهنا العديد من المشاكل، خاصة عندما أردت أن نحقق تغيير كبير في الفريق. لقد كانت لدينا أفكار مختلفة وآراء مختلفة، وأعتقد أن كل شيء لم يسر كما كان
مخطط له في الفريق، أنت تحتاج أن تسير في أن يسير الجميع في اتجاه واحد. هذا لم يحدث. كوتش أنا حاسس من كلامك أن أنت كان عندك، هل كان عندك خلافات مع أحد يعني أعضاء اللجنة الفنية أو مع الإدارة؟ يعني انت بتتكلم على حتة النقطة ان عشان تنجح لازم يكون الناس كلها تبقى ماشية في اتجاه واحد، هل حسيت ان كان في حد ماشي في اتجاه تاني غير اتجاهك؟ Yes, that was the biggest problem. كانت هذه هي المشكلة الأكبر التي واجهتها. إذا ما عدنا لهذه الفترة ميدو بعد أن قمنا بالحفاظ على النادي، وعندما بدأت أن أتحدث عن الموسم الجديد وما علينا أن نقوم به للنادي كمشروع قررناه، وعندما قمت بالتوقيع على تمديد العقد فأرى بأن الأمور التي طلبتها لم تحدث، وكان ينبغي أن أغادر قبل بدء الموسم لأنني حصلت على العديد من العروض، 4 أو 5 من مصر تحديدا، وكان هناك ثلاثة عروض من السعودية تحديدا وأرض من قطر وعروض من أوروبا، وفي هذه الفترة رفضت هذه العروض لأننا اتفقنا لأن نمضي في هذا المشروع سويا، وهذا لم يحدث. ولكن أنا دائما أريد أن أتذكر الإيجابيات، أريد دائما أن أتذكر العلاقة مع اللاعبين لدي. الرئيس وقف إلى جانبي في الوقت الحاسم في العام الماضي، وفي كل مرة تتحرك أنت تحتاج إلى أناس عظماء يقفون إلى جانبك. العلاقة مع اللاعبين لا تزال جيدة جدا، وكمدرب أنت تمر عادة بفترة ربما يكون هناك حظ، ربما لا يكون هناك صبر لدى النادي لأن ينتظر لفترة أطول، وأنا أتفهم ذلك، وبالتالي دائما أتطلع للأمام وأتطلع للمستقبل أن أعلم قيمتي، وأعتقد أنهم في مصر قد رأوا عملي و ما حققته، لأن الأمر لا يتعلق بثلاثة أو أربع مباريات ولكن بسنوات مضيتها في هذا البلد. الأمر الجميل بالنسبة لي بأنني حصلت على احترام من الناس عندما ألتقي بفريق وشاهد فريقي، أنا أرى ما حققت من أثر. صحيح. كوتش بابا فاسيليو، انا باكد الكلام اللي انت قلته ان الجميع بيحترمك في مصر عشان شخصيتك المميزة جدا وشخصيتك اللي فيها توازن كبير جدا، والنقطة الثانية لانك اثبتت في الدوري المصري ان انت مدرب كبير مع فرق مختلفة، وكلنا وانا شخصيا بتمنى ان انا اشوفك واقف على الخط مرة تانية في الدوري المصري. شكرا بابا فاسيليو.